التعيين. المجموعة الأولى مركبات. المجموعة الثانية مركبات. مجموعة الشؤون المالية والكتبة العسكريين. مجموعة الحواسب. المجموعة الأولى تدريب مهني. المجموعة الثانية تدريب مهني. المجموعة الثالثة تدريب مهني.
قاتلا من الطلبة الخريجين والعناصر المشاركة في الحفل من طلبة معهد ضباط الصف المعلمين من القسم الإعدادي والقسم المتوسط، يصطفون أمام سيادتكم يعلنون وبكل قوة مدى جاهزيتهم لتنفيذ أي مهمة توكل إليهم فداء لثرى مصر المقدس. معهد ضباط الصف المعلمين جمال سلاح. كبير معلمي معهد ضباط الصف المعلمين لإعلان نتيجة التخرج. هذه سيادتك فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. النتيجة النهائية للدفعة 153 ضباط صف معلمين. دفعة العريف شهيد أسامة سعيد فتح الله. صدق السيد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة على نتيجة اختبارات الدفعة 153 ضباط صف معلمين. وكانت نسبة نجاح من تنطبق عليهم شروط دخول الاختبار 99.9%. والله ولي التوفيق. معهد ضباط الصف المعلمين كتفان سلاح. تسليم وتسلم القيادة. تتلاحق جيلا بعد جيل، وها هو علم المعهد برفقة القيادة الجديدة. وقد صدق السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إطلاق اسم الشهيد البطل العريف أسامة سعيد فتح الله على الدفعة 153 ضباط صف معلمين. وقد لبى الشهيد نداء ربه في 5 يوليو عام 2014 أثناء قيامه بتأدية مهامه في تأمين كمين الجورة بالشيخ زويد والقضاء على عدد كبير من العناصر التكفيرية. جمع الخريجين.
رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة لإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين. بسم الله الرحمن الرحيم. منح خريج الدفعة 153 ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد عريف أسامة سعيد فتح الله علي الدرجات التالية: درجة العريف مقاتل تحت الاختبار لفئة الكتبة العسكريين، الصفوف، السائقين، المهنيين، الحرفيين، الملتحقين بالإعدادية. درجة الرقيب مقاتل تحت الاختبار لفئة الكتبة الماليين، المهنيين، الملتحقين بالدبلوم، وذلك اعتبارا من 12/7/2016. ثانيا، صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على منح أوائل خريج الدفعة المذكورة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص. عريف مقاتل تحت الاختبار محمد السباعي طلخان السباعي من القوات البرية. عريف مقاتل تحت الاختبار خالد رأفت محمود عبد المنعم من المدرعات. رقيب مقاتل تحت الاختبار شعبان سعد سعيد حسن من الشؤون المالية. عريف مقاتل تحت الاختبار حسين محمد مرسي حجازي من القوات البحرية. رقيب مقاتل تحت الاختبار فتوح عرابي أبو الفتوح عرابي من القوات الجوية. عريف مقاتل تحت الاختبار هيثم هاشم أحمد حسن من قوات الدفاع الجوي.
يمين ولا. أقسم بالله العظيم. 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 أن أكون جنديا وفيا. أن أكون جنديا وفيا. لجمهورية مصر العربية. لجمهورية مصر العربية. محافظا على أمنها وسلامتها. حاميا ومدافعا عنها. في البر والبحر والجو. داخل وخارج الجمهورية. مطيعا للأوامر العسكرية. منفذا لأوامر قادتي. محافظا على سلاحي. لا أتركه قط. حتى أذوق الموت. والله على ما أقول شهيد. بعد بقى الصف المعلمين. كمان سلاح. كلمة اللواء أركان الحرب محمد عبد الحي محمود مدير معهد ضباط الصف المعلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أرحب بسيادتكم في هذا الصرح العسكري الشامخ، والذي يشهد اليوم تخريج دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين، الدفعة 153 متطوعين، دفعة الشهيد عريف مقاتل أسامة سعيد فتح الله، والذين يشرفون اليوم بالانضمام لرجال القوات المسلحة حماة الوطن. السيد الرئيس، إن تشريف سيادتكم اليوم شرف عظيم ووسام على صدر كل مقاتل من مقاتلي معهد ضباط الصف المعلمين. إن اهتمامكم بأبنائكم من ضباط الصف ينعكس بجلاء واضح على آدائهم وقدرتهم على تنفيذ المهام، وإن متابعة سيادتكم المستمرة زادتهم إصرارا على النجاح والارتقاء بمستواهم العلمي والبدني، وأصبحوا قادرين على قهر المستحيل، وهم مستعدون أن يفدوا هذا الوطن بأرواحهم لتظل راياته عالية خفاقة. السيد الرئيس، على مر العصور لم تركع مصر لأحد ولم يقهرها أحد، وقاومت الطغيان، وكلما تلقت ضربة زادتها قوة وصلابة. إن مصر بشعبها وجيشها وبترابها بصلابة الإيمان ستعلو دائما فوق كل مخادع وخائن وجبان. وهؤلاء الشباب هم العمود الفقري لهذا الكيان القوي الذي يحمي مصر. إن حمل السلاح والقتال هي مهمتنا الأساسية للدفاع عن هذا الوطن ونبذل فيه أرواحنا. وإن ما حدث في مصر خلال العامين السابقين من نهضة كبيرة شاركت فيها قواتنا المسلحة في كافة المجالات، فإن هؤلاء الشباب منهم من تلقى التعليم الفني والمهني وأصبحوا جاهزين ليقاتلوا ويشاركوا في نهضة مصر. السيد الرئيس، إن هذه الدفعة من ضباط الصف المعلمين التي نحن بصدد تخرجها اليوم قد تم اختيارهم من بين الآلاف الذين تقدموا طبقا للشروط المحددة ومعايير الانتقاء الحديثة، ولقد كانوا رغم حداثة أعمارهم مثالا للإصرار والمثابرة والثقة بالنفس أثناء فترة تواجدهم بالمعهد، وأصبحوا الآن في يوم تخرجهم أكثر انضباطا وقوة
كما أصبحوا جاهزين للانضمام إلى أسلحتهم ووحداتهم. بعد أن قدم له المعهد كل الجهد المطلوب للإعداد والتأهيل بمعاونة وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة. وبهذه المناسبة فإنني أتقدم بكل الشكر والتقدير للسيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على كل ما يقدموه لتطوير هذا الصرح العسكري علميا وفنيا وإداريا. ولا يفوتني في هذا المقام الرفيع أن أتوجه بتحية إعزاز وإجلال لكل شهداء الوطن. إن هؤلاء الشهداء الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية قدموا أرواحهم للحفاظ على وحدة هذا الوطن وقدسية أراضيه، ولينعم شعبه العظيم بالحياة الكريمة. أبناء الخريجين، أهنئكم بيوم تخرجكم، كما أتوجه بتحية خاصة إلى أسركم التي غرست فيكم روح المحبة ودماثة الخلق. وأؤكد عليكم إن انضمامكم للقوات المسلحة وسام على صدر كل مقاتل فيكم لا يناله إلا الشرفاء الأشداء الطامعين في رفعة أوطانهم، ويبذلون كل شيء في سبيل المحافظة على عزة وكرامة وطنهم. وأوصيكم أن تبذلوا كل الطاقات للمحافظة على رفعة هذا الوطن، وإن التضحية في سبيل مصر هي المقصد والغاية. وليكن شعاركم دائما النصر أو الشهادة. عاشت قواتنا المسلحة دائما قوية فتية، وحفظ الله مصر شعبا ومن كل سوء ومكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي سيادتكم بأن أقدم لكم كتاب الله ليكون خير حافظ لكم. مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم من التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية حفل تخرج دفعة رقم 153 متطوعين دفعة العريف شهيد أسامة سعيد فتح الله.
حيث حضر الاحتفال السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والفريق أول صدقي صحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من رجال الدولة.